السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة الشهادات المهنية، إن شاء الله هنكمل مع بعض المحاضرة اللي احنا بدأناها المرة اللي فاتت. محاضرة النهاردة هندي فيها مثال تطبيقي على طريقة إدخال البيانات استمارة الاستبيان وإزاي نحسب ثبات وصدق هذه الاستمارة. فمثلا لو وضعنا كده مثال توضيحي أو مثال تطبيقي، إن أنت حضرتك عاوز تبحث في الأسباب التي تدعو المستفيدين لحضور برنامج ما في كورس معين، وأنت عاوز تشوف إيه هي الأسباب اللي بتخلي الشخص يروح يحضر الكورس ده أو البرنامج ده. طب فرضا إن أنت حطيت 3 محاور عشان تشوف إيه هي الأسباب اللي تدعو المستفيدين لحضور هذا البرنامج، وقلت إن المحور الأول حددته في تقدير البرنامج. طب تقدير البرنامج ده يعني ايه؟ يعني انا هشوف هل هو موضوع البرنامج هيلامس الواقع، هل البرنامج يتميز بسمعة طيبة ولا لا، هل البرنامج يتميز بالجودة ولا لا. دي تعتبر زي النقاط او الاسئلة اللي انا هسألها عشان اقيس المحور اللي اسمه تقدير البرنامج. طب المحور الثاني اللي هو انتشار البرنامج، ده ممكن اقيسه ازاي؟ عن طريق ممكن برضو بعض العبارات زي هل هو سبق تجربة هذا البرنامج كثيرا، هل البرنامج سهل التكرار، هل البرنامج يتميز بالشعبية ولا لا. طب المحور الثالث اللي هو تعميم البرنامج، ده برضو بيتضمن يعني مادة البرنامج هل هي مرغوبة وعليها أقبال، هل يمكن الاشتراك بسهولة في البرنامج. طبعا كل دي محاور أنا عاوز أشوف الأسباب اللي تدعو المستفيدين لحضور كورس أو برنامج ما. طبعا هوزع الاستبيان ده، لازم يكون في داتا معينة في الاستبيان. أولها في حاجات اسمها العوامل الديموغرافية، يعني اسم الشخص، النوع هل هو ذكر أو أنثى، نشوف مستوى التعليم بتاعه، هل هو مستوى التعليم ممكن نحدده بمرحلة ثانوية، مرحلة جامعية، مرحلة دراسات عليا. وبرضه ممكن نحدد المتغيرات الكمية بتاعتنا، قلنا هنحددها على مقياس ليكارت اللي هو موافق جدا، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق اطلاقا، او غير موافق جدا. طب هنشوف كده شكل للتصميم الاستبيان. عندي اهو ببساطه، طبعا ده حاجه استبيان مبسط، يعني حضرتك ممكن تعمل الاستبيان بشكل اكبر من كده شويه، او في النقاط اللي انت عاوز تقيسها، بس انا بوريك هنا بشكل مبسط عشان ما يبقاش فيه صعوبه لحضرتك. عندك هنا نوع الشخص حددناه، كتبنا ذكر او انثى، طبعا بنسيب زي مربعات كده عشان الشخص يجاوب او يحط علامه صح امام الاجابه المتناسبه معاه. عمر الشخص، المؤهل برضو متوسط او ثانوي، يعني بكالوريوس، دراسات عليا، بيختار المرحله التعليميه بتاعته. بعد كده عملنا الاستبيان، ادي المحور الاول هو تقدير البرنامج، حطينا فيه العبارات بتاعتنا 3 عبارات، هل موضوع البرنامج لامس الواقع، طبعا هنشوف الشخص هيجاوب على الفقرة دي دايما بموافق جدا او موافق او محايد او غير موافق او غير موافق جدا. بعد كده يتميز البرنامج بسمعة طيبة، يتميز البرنامج بالجودة. المحور الثاني قلنا انتشار البرنامج، حددنا فيه كذا برضو عامل. تعميم البرنامج برضو قلنا هل مادة البرنامج مرغوبة، هل هناك سهولة في الاشتراك في البرنامج ولا لا. كل دي العبارات اللي هي بتقيس المحاور او المتغيرات اللي احنا عاوزين ندرسها. طب دلوقتي عشان يعني احنا وزعنا الاستبيان والناس ابتدت تجاوب ورجعت لنا الاستبيان، انا عاوز ادخل البيانات بتاعتي على الحاسب الالي. طبعا في برامج كتيره، برامج احصائيه كتيره يمكن استخدامها في هذا المجال. احنا هنا هنتكلم عن اسهل برنامج ومن البرامج اللي هو متداولة ومعروفة لدى الكثير من الباحثين، وهو برنامج الـ SPSS. طب هنا حتى لو حضرتك يعني ما عندكش معلومات عن البرنامج، أنا هنا هحاول إن أنا أوضح لك بمجرد تحميل البرنامج إيه اللي هيحصل، أول ما تفتحه إيه اللي هيحصل معاك، وإزاي ندخل البيانات بتاعتنا بشكل بسيط. طبعا عند حضرتك أهو في الأول، أول ما بتتحمل البرنامج وتيجي تفتح البرنامج هيظهر لك الشاشة اللي قدام حضرتك أو الجدول أهو، هتلاقي فيه كلمة اللي هو داتا فيو وجنبيها فاريبل فيو، داتا فيو وفاريبل فيو. طب
هدوس على variable view. variable view فيظهر لي الجدول اللي تحت طبعا من غير ما يكون مكتوب فيه اي شيء. اول عمود طبعا احنا هشرح لك عمود عمود وكل واحد هيبقى يعني بيتكلم عن ايه. اول عمود طبعا اللي مكتوب عليه النيم ده اللي هو اسم الحاجه اللي انت بتجمع عنها الداتا، يعني تكتب المسلسل اللي هم التسلسل بتاع الاستمارات 1 2 3 4. رقم 2 بتشوف رقم 2 النوع، قلنا لإما ذكر لإما أنثى. بعد كده التعليم اللي هو ثانوي أو بكالوريوس أو دراسات عليا. طبعا اللي بعد كده اللي هو أنت شايف اللي هو ميم واحد وميم اتنين وميم تلاتة وميم أربعة وهكذا، دي العبارات. يعني ميم واحد ده اللي هو العبارة الأولى اللي هو هل موضوع البرنامج مش عارف يلامس الواقع. ميم اتنين دي العبارة التانية، هي تميز البرنامج مش عارف بإيه، دي اسم العبارات نفسها. احنا بدل ما نكتب اسم العبارة كله بنديله رمز، مثلا ميم واحد ميم اتنين ميم تلاتة ميم أربعة ميم خمسة وهكذا. طب جنبي بقى حاجة مهمة جدا اللي هو التايب. التايب يعني نوع المتغير ده. فعندنا هنا أنواع المتغيرات، نيومريك، نيومريك اللي هو الرقمية تمام. طيب ويت اللي هو يعني أنا هستوعب كأرقام كام رقم، فكاتبين هنا 8. طبعا ده كل ده اوبشن، حضرتك ممكن عاوز تزوده لو هو مثلا عندك الداتا ارقام طبعا اكتر من 8 ارقام عادي، ممكن يزيد او يقل يعني مفيش اي مشكله. طب الديسيمال، ديسيمال يعني هي ارقام العشريه يعني فيها بوينت كذا. طب ده انت حضرتك عاوز ارقام صحيحه ولا رقم عشري واحد ولا رقمين عشريين ولا اكتر من كده، ده كل ده يمكن تغييره حسب رغبه الباحث وحسب نوع الداتا اللي انت شغال عليها. يعني مثلا انت بتتكلم على داتا ما ينفعش فيها ارقام عشريه، خلاص اخلي الديسيمال ده زيرو. يبقى كده يعني حتى لو انا اخطات وانا بدخل اي بيان وكتبت برقم عشري هيقول لي لا غلط، في هنا شيء غلط، فينبهك ان هو في خطا في الاتكال. الليبل اللي هو قلنا ده التفصيل بتاع النيم، يعني احنا قلنا اول عمود الشمال اللي هو النيم ده الليبل اللي هو بقى التفصيله بتاعته او وصف بتاعه. طبعا الفاليو هنا هو ده الكود، كنا قايلين في المحاضرة السابقة اللي هو حاجة اسمها التكويد أو الترميز. ده حاجة مهمة جدا، يعني يعني مثلا حضرتك مثلا في النوع، تقولنا النوع لإما ذكر أو أنثى. طب أنا بقول إن هنا البرنامج هيتعامل مع أرقام، إزاي ذكر وأنثى هيتعامل مع أرقام؟ حضرتك هو كل اللي فيها إن أنت مثلا هندي الذكر رقم واحد وندي مثلا أنثى رقم زيرو أو العكس، مش تفرق طبعا، بس المهم نحدد لكل نوع لإما واحد لإما زيرو. وبرده نفس الكلام بالنسبة للتعليم اللي هو ثانوي وبكالوريوس ودراسات عليا، ممكن نخليها مثلا واحد اتنين تلاتة أو زيرو واحد اتنين، المهم كل مرحلة هتبقى بكود معين. طبعا missing اللي هو القيم المفقودة، يعني فرضا لو أنت في بعض الاستبيانات او الاستمارات فيها ارقام مفقوده او قيم مفقوده، هتيجي عند الاستماره عند الكلام ده وهتكتب ان هو فيه فعلا ميسنج عشان يتعامل معاها. هيقول لك بقى تتعامل معاها ازاي، زي ما احنا حددنا قبل كده، هل بتاخد المتوسط الحسابي بتاع الاستبيان كله، هل ناخد الوسط الحسابي بتاع اجابات الشخص، ده حسب التعامل معاه. فهنا مثلا لو ما عنديش اي قيم مفقوده بتبقى نان، نان يعني ما فيش اي قيم مفقوده. لكن اللي هو المحاذاة، يعني انت عاوز الارقام تتكتب محاذاة على اليمين ولا على الشمال او الوسط، ده نوع من انواع التفضيل في الرؤية فقط. لكن اهم شيء واللي هو يعني تحديدها بيؤثر جدا على التحليل بتاعي اللي هو الميجر، اللي هو نوع المقياس نفسه او تدريج المقياس بتاعي. يعني مثلا حضرتك هنا في النوع، احنا قلنا النوع لما ذكر او انثى. طب ذكر او انثى لسه من شويه قايل لك ايه؟ ما قايل لك ممكن تخلي الذكر واحد والانثى زيرو، او الذكر زيرو والانثى واحد ما تفرقش. تقول لي ازاي؟ عشان احنا هنا عندنا ذكر انثى مسميها حاجه اسمها نومينال. نومينال يعني متغير اسمي، بدل ما انا بكتبه كاسم هكتبه كرقم، لكن الرقم ده لا يعبر عن قيمه، لا ده هو يعبر عن اسم، فده بنسميها نومينال. فالحاجات اللي هي زي النوع اللي هو ذكر وانثى هتبقى متغير نومينال. يعني هي طبعا حضرتك لو فتحت ده هتلاقي سهم في كل خلية في ثلاث
حاجات، حاجه اسمها سكيل، حاجه اسمها نومينال، حاجه اسمها اوردينال. انت بتختار النوع بتاع المقياس حسب المتغير اللي انت شغال عليه. طيب التعليم، احنا قلنا التعليم في ثانوي وفي بكالوريوس وفي دراسات عليا. ممكن حد من حضراتكم يقول لي خلاص ما ده نومينال برضه اسم. لا هنا خلي بالك، هو اسم، لكن هنا الاسم ده ليه ناحيه تدريجيه او ترتيبيه. يعني معروف ان هو الثانوي بعديه البكالوريوس، المرحله الاعلى تبقى دراسات عليا، فهنا في ناحيه ترتيبيه. في الذكر والانثى ما فيش ناحيه ترتيبيه فيهم، يعني بنعتبر ان الذكر زي الانثى، لكن الحاجات اللي فيها ترتيب زي المراحل العلميه، زي التقديرات بتاعت الدرجات كلها، مثلا زي جيد جدا، جيد، امتياز، كل دي حاجات اوردينال ترتيبيه. طب بقيه الحاجات اللي هو العبارات هتبقى سكيل. سكيل طبعا خلي بالك في بعض الملاحظات، اللي هنا بحدد لك الملاحظات والحاجات اللي ممكن حضرتك تقع فيها وتبقى اخطاء، ويعني يمكن حضرتك كتير متخصص في الاحصاء ممكن ما تاخدش بالك منها. حضرتك لازم وانت بتعرف المتغير تكتب اسم مختصر ليه، بس خلي بالك وانت بتكتب اسم المختصر لازم يبتدي بحرف، ما ينفعش يبتدي مثلا بسبيس، ما ينفعش يبتدي بمسافه، يقول لك ايرور او يعني ممكن ما يقبلهاش. لازم عدد الاحرف اللي انت بتشتغل عليها لا يتجاوز ال 64. يجب ان هو كمان ما يتكررش اسم المتغير. كمان ما ينفعش ان انا استخدم السبيس بين الاحرف، ده في اللي هي الفاريبل نيم، لكن في الليبل مثلا ممكن. ما ينفعش كمان نستخدم الرموز او الاشارات زي العلامة في المية، زي الأس، زي يعني إيه علامة الدولار، الأقواس، كل ده ما ينفعش إن إحنا نستخدمه في الفاريبل نيم. كمان ما ينفعش أستخدم علامات ترقيم، وما ينفعش كمان أستخدم بعض الأسماء اللي هي بتبقى محجوزة كأوامر لبرنامج الـ SPSS، اللي هو زي all، زي OR، زي AND، زي NOT. نبعد خالص عن الأسماء دي عشان تعتبر أوامر في البرنامج. دي كانت الحاجات اللي ممكن اخلي بالي منها في وانا بحط او بشتغل على العمود الاول اللي هو النيم. طب العمود الثاني اللي هو variable type، قلنا ده فيه المتغير بتاعي ممكن يبقى numeric اللي هو رقميه، ممكن يبقى فيه حاجات كوما يبقى فيها ارقام عشريه، الدوت اللي ممكن عاوز اكتب ارقام ب دوت مش فاصله، في حاجات بتبقى scientific notation اللي هو متغير عبارة عن متغير علمي، أو يعني أرقام في 10 أس رقم معين أو مضاعفات العشرة يعني، فبتحطها على شكل scientific notation. لو عندي الداتا بتاعتي على شكل ديت تاريخ، يعني مثلا أنت مثلا الداتا بتتكلم على تواريخ، مثلا إدخال بضاعة معينة، تواريخ استهلاك، تواريخ أيا كانت الداتا بتاعتك على شكل تاريخ. ممكن لو أنت الداتا عاوز تحطها على شكل تاريخ تحدد الكلام ده في الفاريبل تايب. حضرتك لو بتشتغل بالعملات ممكن تحدد بالدولار، في علامة اسمها الدولار، في كمان كاستم كرنسي اللي هو عملات أخرى غير الدولار. طبعا في كمان من ضمن التايبس حاجة اسمها سترينج، ده اللي هو المتغير الحرفي. خلي بالك هنا متغير حرفي يعني ايه؟ يعني ممكن تكون متغيرات فيها أسماء زي اسم شخص معين، ودي ما بتدخلش في أي عملية حسابية. تمام؟ وساعات بتبقى متغيرات رقمية، بس هي تعتبر مش رقمية كأرقام، لا دي هي رقمية كأكواد، زي اللي قلنا الكود اللي هو بيتاخد مثلا واحد وزيرو اللي هو الذكر وإيه والأنثى، وبرده دي ما بتدخلش في العمليات الحسابية. طبعا قلنا الويدز ده اللي هو بنحدد فيه عدد أحرف اسم المتغير، الديسيمال عدد الخانات العشرية. الليبل بقى هنا وصف المتغير، يعني في النيم انا قلت ان هو ما ينفعش سبيس، ما ينفعش حاجات معينه، هنا لا اكتب براحتك زي ما انت عاوز كوصف للمتغير اللي انت حددته في النيم. الفاليو اللي هو القيمه او الكود اتكلمنا عنها. الكولم اللي هو عرض العمود لو في ميسنج فاليو او قيم مفقوده برضو اتكلمنا عنها. المحاذاه قلنا لا اما يمينا او يسارا او توسيط. الميجر قلنا اللي هو لا اما السكيل والاوردينال والنومينال. قلنا السكيل بتبقى حاجات الكمية زي طول، وزن، عمر. الأوردينال الحاجات الترتيبية. النومينال اللي هي الحاجات الاسمية.
طب هنا هنشوف برضو مع بعض، واحنا مثلا بندخل كده خطوه خطوه عشان الناس اللي بتشتغل بايديها ما يبقاش في عندها اي مشكله. مثلا انت عندك الاستماره، في مثلا حد علم على علامه مثلا ذكر او انثى ايا كان، تمام. هنا حضرتك بتشوف عند الفاليو ليبل، هتكتب مثلا رقم واحد، او تكتب رقم واحد هو هيطلع لك بوكس زي ده، وتقول له وهيقول لك واحد ده انت عاوز تسميه ايه، فهتقول له الذكر هتسميه واحد والانثى مثلا هتسميها اثنين، تمام. يبقى اول حاجه هنقول الذكر مثلا واحد والانثى اثنين، او الذكر زيرو والانثى وان ايا كان. بعد كده دي اول خطوه اللي هو انا عاملها لك باللون الازرق اهو، رقم واحد. الخطوه الثانيه بتلاقي البوكس الصغير اللي هو النقط دي على الجنب، هتدوس عليها ويظهر لك البوكس اللي قدام حضرتك، فهتكتب واحد عند الفاليو وذكر عند الليبل، وبعدين تعمل اد برضو نفس الكلام بالنسبه للانثى، تمام. بعد كده بنروح على قلنا الحاجه المهمه جدا اللي هو النوع المتغير. قلنا لو رحت على الميجر هتلاقي فيه سهم صغير، لو دوست عليه هيظهر لك ثلاث اختيارات اللي هو السكيل والاوردينال والنومينال. طبعا لو مثلا بنتكلم على النوع، قلنا النوع هنا النومينال، تمام. هندوس على النومينال اللي هي متغير اسمي، تمام. طيب مثلا حاجه زي التعليم، التعليم برضو هنروح نعمل نفس الكلام عند الفاليو، الفاليوز بتاعتنا هنقول مثلا الثانوي واحد، الجامعي اثنين، الدراسات العليا ثلاثة، دي زي الذكر والأنثى مفيش أي اختلاف فيها، لكن طبعا الاختلاف هيبقى في الميجر أو نوع المتغير، مش هيبقى نومينال طبعا. قلنا الثانوي والجامعي والدراسات العليا دي حاجات ترتيبية، فنخليها إيه؟ أوردينال. طبعا حضرتك أهو شايف ده الشكل النهائي، لو أنت دخلت مثلا 15 استمارة زي ما أنت حضرتك شايف، عندك مثلا المسلسل ادي النيم فيه النوع والعمر والتعليم والعبارات، مثلا النوع المتغير نيومريك الويدز 8 ديسيمال 2، ما قلنا كل ده ممكن يتم تغييره حسب رغبة سيادتك وانت شغال. الليبل اللي هو وصف النيم، قلنا ده اكتب براحتي بقى الحاجات كوصف للنيم نفسه بدون اي قيود على السبيس والعلامات. طبعا قلنا الفاليو اللي هو التكويد، الحاجات اللي محتاجه انها تحط لها كود زي النوع، قلنا مثلا الذكر والانثى زي التعليم الثانوي وبكالوريوس ودراسات عليا، واهم حاجه طبعا الميجر في الاخر زي ما انت شايف كله تقريبا سكيل، ما عدا عند النوع كتبنا نومينال او خدناه نومينال، وعند التعليم خليناها اوردن عشان دي ناحيه ترتيبيه. ده هنا مثلا ادي 20 استبيان، فمثلا الاستبيان الاولاني مسلسل رقم واحد، ده اللي هو رقم يعني الاستبيان الاول. هنا النوع مثلا ذكر، عمره 22 سنه، تعليمه جامعي، تمام. العباره الاولى اداني فيها اربع درجات على مقياس ديكارت، يبقى 4 من 5 يعني قال مثلا موافق فاديت له 4. 3 هنا ميم 2 اللي العبارة الثانية اداني 3 يعني محايد. العبارة الثالثة اللي هي ميم 3 اداني فيها 4 يعني موافق. العبارة الرابعة اللي هي ميم 4 اداني فيها 2 يعني غير موافق، وهكذا. طبعا استمارة دي يتم ملؤها بالشكل النهائي ده. طبعا كده لما تخلص كل الاستمارات اللي عندك ده هيبقى الشكل النهائي للداتا بتاعتك. طب في حاجه بقى، بعد ما احنا ملينا او ادخلنا البيانات، قبل ما اعمل عليها التحليل الاحصائي بتاعي لازم احسب حاجه اسمها ثبات الاختبار وصدق هذا الاختبار. يعني بتشوف هل الاستماره هتنفع انها تبقى بياناتها فيها ثبات وصدق ولا لا، عشان بدل ما نعمل تحليل احصائي يبقى هي الاستماره اساسا فيها عيوب من الاول. طب هعملها ازاي؟ بنعمل الكلام ده بالخطوات اللي قدام حضرتك. بتروح على Analyze، انا محدد هنا باللون الاحمر اهو، بتدوس على Analyze بيظهر لك البوكس اللي قدام حضرتك. من ضمن الاختيارات حاجه اسمها Scale،
هتدوس على سكيل هيطلع لك Reliability Analyze. Reliability Analyze لما تدوس على الكلام ده هيظهر لك البوكس اللي قدام حضرتك ده، الصندوق ده بيقول لك، هيقول لك دخل لي الفاريبلز اللي انت عاوز تقيسها. تمام، فمثلا احنا هندخل له الواي والاكس او اكتر من واحده طبعا، كل العبارات اللي عندنا هندخلها المتغيرات طبعا. هنا كمثال مثلا كانهم متغيرين بس، انت حضرتك هتحط كل العبارات اللي انت دخلتها. تمام، وهتدوس على اوكي. لما تعمل كده هيظهر عند حضرتك التيبل ده. التيبل ده باختصار اهو بيقول لك مثلا هنا عندنا 15 عبارة مثلا، هما في عندي Reliability Statistics او كرومباخ الفا او معامل كرومباخ. ده المعامل ده هو اللي بيقيس نسبة ثبات هذا الاختبار، نسبة ثبات هذا الاختبار. يعني مثلا هي طالعة 0.952 يعني 952 من 1000 أو 95%. طبعا يعني الاختبار ده فيه ثبات وصدق بنسبة 95.2%، وده طبعا نسبة كبيرة وكويسة جدا. طب حضرتك نفرض فرضا لقينا النسبة دي سيئة، أو يعني نسبة مثلا 20% ولا حاجة، ده معناه إن في عبارات يجب إن هي يا إما تتحذف أو تتعدل. طبعا ده بتبقى في مرحله لاحقه بقى، يعني ممكن تحت التيبل ده هتلاقي تيبل تاني ان هيديك اوبشن ان كل عباره لو اتشالت او اتعدلت ممكن تزود النسبه بتاعتك وتوصل لكام. فانت لو شايف ان في عباره معينه ممكن تحذفها او ممكن تعدلها بحيث انها تعلي النسبه دي، او هي نسبه يعني متدنيه، اوكي. لو لقيتها ان هي النسبه من الاول متميزه زي اللي طلعت معانا هنا، خلاص يتبقى او يبقى العبارات كما هي ونتعامل بيها في الاستمارة بتاعي. أرجو أن يكون الموضوع مش صعب على حضراتكم، وإن شاء الله تستفيدوا بيه وتحاولوا تعملوه بنفسكم، عشان ده هيبقى فيه استفادة في التحليل الإحصائي بعدك. شكراً.